فريد على قناه انفاس بريس. حنا بمعرض ديال الجديده غنسولوا الناس كي جاهم التنظيم ديال المعرض ديال الفرس بالجديده وكي جاتهم تبوريده. الا بغيتو تعرفوا اجيو معايا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كي داير سيدي؟ الحمد لله. من اللهجه ديالك بين مراكش. اي سيدي. تحيه الناس مراكش. بارك الله فيك. كي جاك معرض الفرس ديال الجديده في التنظيم؟ المعرض ديال الفرس التنظيم مزيان وكل حاجه منظمه والخيل داكشي ديال الخيل منظم. تفرجتي في التبوريده؟ لا تفرجت فيها وعليها علاش تنجي؟ معرض باحسن مستوى ديالو. وكي جاك التبوريده؟ التبوريده داكشي مزيان. استمتعتي؟ بزاف كاع. تفرجتي ليا في التبوريده؟ تفرجت فريده الله يعطيكم الصحه وحق الله. سمعتي هز المكاحل؟ هز المكاحل هكا البارود. هكا البارود حق الله يعطيكم الصحه الله يعطيكم زوين ديك المنطقه. كي جاتك التبوريده؟ زوينه والله يعطيكم الصحه داكشي مفرقع. داكشي مفرقع. داكشي طيب في التنظيم؟ المعرض مزيان الحمد لله. منظم مزيان؟ مزيان كلشي. ما كتكذبش؟ لا لا. غنسول ولدك كي جاك المعرض ديال الفرس ديال الجديده في التنظيم؟ مزيان. زوين؟ تفرجتي في التبوريده؟ لا. علاش ما تفرجتيش في التبوريده؟ سمعناها. سمعتي؟ سمعتي؟ سمعت هذاك القرصان هباك هكا البارود. التنظيم كي جاك؟ التنظيم شي حاجه رائعه. تفرجتي في التبوريده؟ تفرجنا في التبوريده داكشي داز مزيان. الجمهور مفرج مالين الخيل مبينين واحد الابداع لا في المشيه ولا في الهده ولا في القرصه ولا في جميع المسائل. المعرض شي حاجه رائعه مفخره لهاد البلاد ديالنا والمدينه الجديده شي حاجه ممتازه. كنطلب الله يسخر للجميع.